العامري يتواجد سعادته في هذه اللحظات ليرفع الكاس ويرفع الكاس الثاني، وكما يقال يرفع الكاس بيمينه ويرفع الآخر بشماله. تهانينا لك يا بن نصرة، تهانينا لآل نصرة كافة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ويأتي مبارك أيضا بن نصرة، ويأتي محمد بن سالم اليديلي، من قدموا لنا جمرة ومن قدموا لنا مجد في مساء هذا اليوم، ليشعلوا المنافسة بجمرة الغضا ويكملوا الأمجاد وأفراح الاتحاد مع مجد. تهانينا لك يا بن نصرة.